بعد ال 2003، أو بالأحرى دخول الغزو الهمجي الأمريكي، عطلوا الكهرباء، بل عطلوا الحياة عموما بكل خدماتها، وشكلوا المجلس الحكومة، وبعدها شكلوا الحكومة، والمواطن ينتظر ما يلغي فيه. ولحد هذه اللحظة المواطن لن يجد شيء يليق فيه، إذا كانت الزراعة، وإذا كانت الصحة، وإذا كانت البيئة، وإذا كانت وإذا كان التعليم، وإلى غيره. والقائمة تطول والشرح يطول. دولة، هم يقولون نحن دولة من عام 2003 لهذه اللحظة، لا يوجد إنجاز، لا يوجد إنجاز واحد. ماذا قدموا للعراق؟ ماذا قدموا؟ فقط رفعوا أشخاص وأتوا بأشخاص، والخدمات العراق تقريبا على وضعها السابق. يعني نحكي بالعامية، عملوا لنا مجسر 6 مترات بمترة، هذا إنجاز. أو يعملون نشرات ضوئية على الفلكة أو الدوار أو إلى آخره، والبلد لا يوجد فيه كهرباء ولا يوجد فيه ماء، وأصبحت الآن دجلة تعطي مؤشر شحيح في المياه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يقول الخير في العراق إلى قيام الساعة لا ينقطع.